من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نلتقي وقفة تاريخية فيها حكمة وموعظة، إذ سنسير وإياكم في طرقات قديمة، نقارن لكم بين عموم الناس وبين عصبة التفت حول الإمام علي عليه السلام. قصة للإمام الكاظم عليه السلام يوضح فيها من اتصف بصفات سحابة العترة الطاهرة في كل الأحوال، تجارة وصلاة، بيع وصوم وغيرها، فلنشاهد سوية. معي ثياب جميلة، من يشتري؟ ثياب زرقاء وحمراء. السلام عليكم يا عم. عليك السلام. هل تعرف أين بيت عمار؟ عمار؟ اتجه من هذا. ثياب جديدة للبيع. شكرا لك يا عم. من يشتري مني؟ من يشتري؟ عمار، يا عمار، ثياب جميلة للبيع، هل تشتري مني؟ تمر للبيع. ثياب للبيع، من يشتري؟ أنا من شيعة محمد وآل محمد الخلص. ما جهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسه. أتدرون ما مثل هذا؟ من يزيد؟ هذا شخص قال أنا مثل سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار. السلام عليكم يا عم. وهو مع ذلك يباخس في بيعه ويدلس عيوب المبيع على مشتريه. من يشتري؟ ويشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب، يطلبه فيوجب له، ثم إذا غاب المشتري قال لا أريده إلا بكذا بدون ما كان طلبه منه. أيكون هذا كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار؟ حاشا لله أن يكون هذا كهم، ولكن يمنعه من أن يقول إني من محبي محمد وآل محمد، ومن يوالي أولياءهم ويعادي أعداءهم. من يشتري؟ أمر للبيع. ثياب رائعة للبيع. إلى هنا مشاهدينا، إخوتي وأخواتي، وصلنا إلى نهاية المشهد وبداية التفكير في محبة وطاعة أمير المؤمنين علي عليه السلام. كيف وفق أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام
لصحبته المباركة، كيف روضوا أنفسهم دون اختيار الدنيا، كيف وهبوا أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم لأمير المؤمنين علي عليه السلام. وهل نبقى متفكرين أم نعمل بمنهجهم بترك الحرام رقيا إلى ترك الشبهة، والعمل بالواجب رقيا إلى المستحب مع الله وعباده؟ في أمان الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.